متابعي طقس العرب في الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي نبدأها بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم بإذن الله، حيث يسود الطقس غالبا صافي بالمجمل مع 28 درجة مئوية كحرارة عظمى، الملموسة 27 والرطوبة 56%، أما الرياح تكون غربية معتدلة السرعة. بالنسبة لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأها شمالا، عجلون 27 ل 18 مع تفرق لبعض الغيوم، إربد 29 ل 19، جرش 29 ل 19 أيضا، أما المفرق 31 إلى 20. المنطقة الوسطى العاصمة عمان تفرق لبعض الغيوم 28 ل 20، الزرقاء 31 ل 21، البلقاء 29 ل 21، مأدبة 29 ل 18، والبحر الميت طقس حار 36 إلى 26. المنطقة الجنوبية العقبة فرصة زخات خفيفة من المطر 38 إلى 25، معان 31 إلى 20، الشوبك 26 إلى 18، الطفيلة 28 إلى 18، والكرك 26 إلى 16. المنطقة الشرقية رويشة 32 إلى 21، الصفاوي 32 إلى 20، والأزرق 34 إلى 23. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.